بسم الله على بركه الله. دروكا درت واحد القبصه ديال الملحه، غادي ندير البيض. البيض ديما على حراره المطبخ، غادي ديروا جوج ولا ثلاثه، انا غادي ندير تقريبا غير جوج صافي. في كنشوف الا غادي نزيد غادي نزيد. غادي ندير هاد الخميره اللي قلت لكم قبيله، الخميره ديال لاغوم فاني، ولا تنكهو بالحامض ولا الليمون، واحد اش كيبغي. السكر هنا عندي 3 د المعالق السكر، حتى هو على حساب الذوق، ندير 3 4. كاين اللي كيدير غير جوج، كاين اللي كيدير غير وحده. الزيت، الزيت غير كاس تقريبا 3 د المعالق ديال الزيت حتى لهنا، ما عمرتوش. صافي غادي تطربوا بالطراب الكهربائي ولا اليدوي اللي بغيتو. انا بوغ لو ديفي غادي نطربوا باليدوي. على فكره هاد الطرط، الطرط ديال التفاح، التفاح اللي قطعتو على هاد على هاد الشكل، عندي يعني بزاف التفاح الخضر وبيضيع، قلت لا ندير فيه شي طاح دو بون سيميو بلا ما يضيع. غادي نديرو كاس ديال الحليب، هو ولا ما عندكمش كاس الحليب ديرو غير كاس دانون مسوس. وغادي ندير واحد المعلقه نص ديال المعلقه ديال الخل. هاد الخل هانتوما، الخل كيعطي الهشاشه للكيكه وكتكون مقشه وزوينه. صافي دوكا طربت هادشي مزيان، غادي نديرو بوغ لانستون جوج كيسان ديال لافارين، داك باش عبرت قبيله سميتو جوريت ليكم جهدت الكاس. غادي ندير واحد، المهم انا كندير ديما جوج اونص، ولكن على حساب حساب لافارين. كاين بعض المرات كديري حتى ثلاثه، بعض المرات غير جوج، سا ديبون. غادي ندير هاد جوج ونشوف الا خاصني ما خاصني نحبس. صافي غادي ندير هاد الثاني. انتي الا خصاتكم لافارين راه كت الكيكه كت تنفخ، ولكن ملي كتخرج كتفش والكونتري. عاودي الا كان درتو ليها الدقيق كتكون قاصحه، كتكون ما تطيبش في الداخل، تكون او ميليو. صافي غادي نخليها غير على هاد الحساب، هاد جوج كيسان بركه. غادي نطربهم بالطراب الكهربائي. صافي البنات هي القوام جا هكا. نتوما الا ما قدكمش زيد واحد المعلقه، انا جاتني جوج كيسان تقريبا. صافي بحال هاد القوام هذا. دروكا غادي ندير الخميره. الخميره عندي قلت لكم قبيله وحده، ولكن غادي ندير وحده ونص. قد عندي هذه غادي محلوله باش ما تخسر، غادي نديرها دونك واحد سميتو خماره ونص ديال بيكن باودر، بقى فيها كاع والو. صافي غادي نخلط هذا من جديد. صافي غادي نهز هاد القلب. البنات انا عندي هاد القلب حيت مثقوب، مثقوب هنا عنده الثقيبات، وملي باش ندير ليه هاد البابي ديال الحلوه باش ما تنزلش ليا، باش ما تنزلش ليا الحلوه. جيسبر اول مره غادي نديرها في هاد القلب. عندي دوك المدورين، ولكن بغيت سا شونج ان بو، نبدل شويه. صافي غادي بحال هذا، غادي نديروها لجميع الجوانب، تنقدوها مزيان صافي.
ونديرو عليها زعما لي بوم هاد التفاح نديروها في التساوي، حيت كيكون بعض المرات واحد الجهة طالعة واحد الجهة نازلة. صافي هاد التفاح هو هذا. غادي نحاول نديرو اش كيبان لكم، غادي نديرو فواحد التساوي هاد الجهة هكا فوالا بحال هكا. كتعرفو التفاح، التفاح الا قطعتو قطعوه، لا عندكم لا موندولين قطعوه بواحد هذا باش كيجي التساوي. انا قطعتو غير بيديا ندير معكم غير هذا الخط. صافي نحبس. صافي انا كملت هذا السطر، دونك غادي ندير في جهه هذه الجهه اخرى المعاكسه بحال هكا، بيتغير بدل حتى هو. نقلب لكم باش يبان لكم، ندير هاد الجهه المعاكسه بحال هكا، وانتم ديروا اللي بغيتوا، الا عندكم الحمار الصفار زوقوا، ما عندكمش ديروا غير اللي كاين. ليسونسييل هي البنة. صافي غادي يبقى لي داك البسطاني غادي نديرو. صافي دونك عندي 3 لين، فوالا غادي يبقى لي غير داك البسطاني ان شاء الله غادي نديرو. هانتوما كتشوفو درتها بهاد الشكل هذا، منظر جميل. غادي ندير عليها واحد شويه ديال اللوز، هذا اختياري حتى هو، ماشي الا بغيتو ما بغيتوش ما ديروش. انا بغيت غير نعمر هاد الجوانب، زعما هادشي اللي بقى لي هاد الفراغات. المهم ما بغيتوش ديرو خليه حتى طيب، حتى طيب كتكون عاود زوينه احسن، حيت هذا بعض المرات كيتحرق ما كيجيش مزيان. الفران شعلتو على 180 درجة. صافي ديرو الحلوة حتى كتحسو بها طاب، صافي حيدوها. انا غندير بحال هاد الشكل هذا، عجبني معمر. التزيين راه ديما كيكون اختياري واحد تزيين ديالو ده حسب داكشي اللي عندكم حتى هو. انا كندير على حسب داكشي اللي عندي. صافي عندي هاد اللوز بقى ليا وما فيش يخسر وصافي. انتما كتشوفوا منظر جميل. نوصلو الحلوة ديالنا، فين وصلت هاد الطرط ديال البون. هانتوما تبارك الله غادية، هيا يلا كطيب.